محطتنا التالية حتكون من تونس الخضراء يا نرمين. صحيح، رح ننتقل فورا لتونس زينب ونضوي على المؤتمر الصحفي الاتحاد العربي للثقافة، ترأسته الدكتورة عائشة الخضر بدمشق، وكرم عددا من الفنانين والإعلاميين في تونس، من بينهم الفنان لطفي بوشناق والفنان الشاذلي العرفاوي والإعلامي التونسي زهير الجيس. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من تونس السيد هالي الهندي، مدير فرع الاتحاد العربي للثقافة بتونس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سيد هالي. أول شيء صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين والمستمعين. صباح الخير. صباح الخير لسوريا من تونس. يسعد صباحك هالي، يعني خبرنا عن الفعالية اللي صارت التكريمية، الوجوه اللي تكرمت وشو الرسالة؟ هلأ بالبداية الفعالية التكريمية هي كانت ملتقى للإعلاميين والصحفيين للحضور لتكريم شخصيات فاعلة في المجتمعات العربية من خلال أسماء اللي ذكرتيهم حضرتك كالفنان العربي لطفي بوشناق ومخرج وممثل مسرحي شادي العرفاوي، الصحفي والإعلامي زهير الجيس، وسيدة الأعمال هي سونيا نفسي. الهدف من هالفعالية الأستاذة كان هو مد جسور التواصل وإثراء التراقح الثقافي وتبادل الخبرات والمشاريع من خلال إطلاق مشاريع استثمار ثقافي وسياحي. طبعا بالنسبة لنا كانت أهمية هذا الحدث هو التأكيد على وحدة الشعوب العربية ودور الثقافة الفعال في تهيئة أجيال المستقبل. نعم، شاهدنا سيد هالي تضامن تونسي ثقافي مع سوريا، وأحد المكرمين قام بفيلم وثائقي عن سوريا، خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. فعلا هو من خلال هالفعالية اللي عقدت كان في تفاعل ثقافي كبير من خلال تواجد العديد من الصحفيين والإعلاميين، طبعا وجميع المحطات التلفزيونية والإذاعية تقريبا التونسية كانت موجودة لتغطية الفعالية، وكان أحد المكرمين بجائزة الاتحاد هو الأستاذ الصحفي زهير الجيس يلي سبق وتواجد بسوريا سنة 2013 و2015، وقام من خلال عمله الميداني بهذاك الوقت بتصوير فيلم وثائقي بالتنسيق طبعا مع الجهات الرسمية، وكان هدف الفيلم هو التوضيح للرأي العام التونسي والمغاربي ما حصل في سوريا وكشف الحقائق خلافا لمغالطة ما بثه الإعلام المأجور. إن شاء الله هلأ هو الأستاذ زهير في عودة قريبة لدمشق لإكمال الجزء الأخير من الفيلم. تمام. نعم هالي، كمان خبرنا واعطينا لمحة يمكن عن الاتحاد العربي للثقافة، وجوده بتونس مثل ما بنعرف أيضا يعني في كتير مساعي لوجوده بأكثر من دولة وخاصة دمشق ليكون فيها فعاليات أكثر، وفي يمكن فعاليات قريبة حتكون أيضا بدمشق حسب هيك مشاريعكم المستقبلية، فخبرنا عن الاتحاد أكثر. إن شاء الله. و بالبداية الاتحاد العربي للثقافة هو مؤسسة ثقافية أدبية فكرية فنية وإعلامية تنبث التطرف بكل أشكاله، وتم تكليفي من قبل رئاسة الاتحاد الدكتورة عائشة خضر وأمين سر الاتحاد سيد هاني الهندي، بوجه له تحية من خلالكم، بإشغال خطة مدير مكتب الاتحاد في تونس، والحمد لله نحن هلأ باشرنا أعمالنا ونحن بصدد افتتاح المكتب في تونس يلي أعلننا عنه من خلال الملتقى الصحفي. طبعا لانه هو الاتحاد بيضم بيجمع كوكبه كبيره من المثقفين بكل ما تحمل الكلمه من معنى، واهم خططنا هلا ومشاريعنا للاتحاد في تونس هو جمع شمل الثقافه العربيه تحت رايه واحده وتحت شعار الاتحاد يلي هو بيقول نحو وعي ثقافي وتاثير اعمق ان شاء الله. بالنسبه لوجود الاتحاد في تونس، لانه المناخ مهيئ للاستثمار الثقافي على نطاق دولي واسع، فنحن ان شاء الله هلا في عنا عده مشاريع قادمه، هو بالبدايه التسويق السياحي يلي هو اساسا لب واصل دراستي اللي تعلمته بسوريا بعد البكالوريا وتمرست عليه بتونس من خلال التسويق الثقافي. ومن هون كان مشروعنا الاول هو اطلاق اوبيريت بعنوان التحدي العربي يلي اعلنا عليها بالملتقى، وراح تكون ان شاء الله برعايه الاتحاد العربي للثقافه وباشراف الاستاذ المغني والملحن الكبير لطفي بوشناق، وراح يكون معنا بالاخراج المسرحي المخرج التونسي شادي العرفاوي وبالتعاون مع السيده سونيا رفقي، وهذا احد اهدافنا وباشرنا بالعمل ان شاء الله
ومن خلال هي الاوبريت رح يكون في رساله كثير حلوه بروح جديده وطاقات شبابيه. اضافه لمشروعنا الثاني هو مشروع ضخم كثير ان شاء الله بلشنا كمان عم نشتغل عليه اللي هو جائزه الاتحاد العربي للثقافه، وهو رح يكون مهرجان كبير على مستوى عربي ويضم باحد فعالياته مؤتمر الثقافه الدولي. تمام. نعم، يعني نشاطات كثيره راح تكون بالفتره القادمه، بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله قريبا بنشوف هي النشاطات ايضا عندنا بدمشق وعلى ارض الواقع. بدنا نشكرك كثير سيد هالي الهندي مدير فرع الاتحاد العربي للثقافه، كنت معنا باتصال هاتفي من تونس. أكيد يعني بدنا نتشكر السيد هالي الهندي لمشاركته معنا من تونس عبر الهاتف، بدنا نوجه تحية نيرمين أيضا لكل الشرفاء التونسيين اللي دائما بكل فعالية عم يدعوا لإعادة العلاقات مع سوريا، في حب كبير لسوريا من تونس عم يوصلنا أيضا عبر أوبريت اللي هلا عم تحضروا لها، أو حتى عبر رسائل أيضا عم تكون ومشاركات وحتى مجيء إعلاميين لإظهار الحقيقة بسوريا. كل التحية وشكرا لكم.